المتحدة للخدمات الإعلامية وعين للإنتاج الفني تقدمان الكاتب محمد الغيطي في دراما للمخرج محمد فاضل الضاحك الباكي. في هذا العام 1889 ولد هؤلاء: الفنان العالمي تشارلي تشابلن، أودليف هتلر، الكاتب والمخرج جان كوكتو، الكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة. أما في مصر وفي نفس هذا العام 1889 فلقد ولد هؤلاء: الدكتور طه حسين، الأديب والمفكر عباس محمود العقاد، المؤرخ عبد الرحمن الرفعي، والكاتب عبد القادر المزني. وأيضا ولد بيظهر نجيب الريحاني قائلا: وأنا برضو اتولدت في نفس السنة، كانت سنة غير كل سنة، بس سنة زي أي سنة. أنا نجيب إلياس ريحانة، الأب إلياس ريحانة عراقي من الموصل، والأم لطيفة معتوه مصرية من الصعيد، وأنا هو أنا. فليبدأ العرض. افتح الستار لنشاهد عرض استعراضي لأغنية يا مصر يحميك الأهلك. يا مصر يحميك الأهلك، ما نشوف فيكي إلا أيام سعدك، نموت ونحيا احنا بحبك، زنت الدنيا ولا فيش بعدك، نيلك ضفاض الخير عنه، ابنك مفيش أكرم منه، خيرك على نساكي ورجالك وعلى اللي راح واللي جالك، فلتحيا مصر يا اسم تعيش. ينتهي الاستعراض ونستعرض الأسماء ممثلين بالتتر الأول. اقرأ المؤيد، اقرأ الأهرام، ثم نجد إلياس ريحانة والد نجيب الريحاني بيطلب من السكرتير الخاص به شراء الجرايد كلها، وبيسأله: وإيه اللي حصل يا رزق؟ الزينة مالية الشوارع كده ليه؟ فيرد عليه رزق بيخبره بعيد جلوس مولانا، وبيقول له: أنا بجيب الجرانين علشان أشوف أسعار الخيول ومواعيد السبق وعروض البيع والشراء. اطلع على الاسطبل. وبيروحوا الاسطبل، فهنشوف نجيب وهو صغير راكب الحصان في الاسطبل، وبيدخل إلياس الاسطبل بينادي على نجيب، بيسأله عن محمدين الحارس بتاع الاسطبل، فبيخبره انه راح بيجيب الموان والدواء، وانه قال له يخلي باله من الاسطبل، وابوه بيعنفه على ركوب الحصان وتركه المدرسه، فيرد عليه يقول له: احنا اجازه عيد جلوس الخديوي. وطلب منه انه هو يخليه يركب الحصان عنتر، فبيقول له: طيب طيب لما يجي محمدين. فبيجي محمدين من السوق جايب الدواء، بيقول لمحمدين: جبت الدواء؟ بيقول له: ايوه. فبيقول له: ضحك عليك الاجزجي. محمدين بيرد عليه وبيقول له: وانا شعرفني ايش فهمني في الكلام ده؟ الياس بيقول: ده مش انجليزي. فيسحب نجيب الحصان عشان يركبه. الياس بينادي على نجيب وبيقول له: انا مش قلت لك ما تركبش الا لما محمدين يركب معاك؟ بيقول له: ما تخافش عليا يا بابا. وبيركب الحصان، وبيبدا ابو نجيب بيدعي له. انه ربنا يحميه. بننتقل الى البيت، بنلاقي ام نجيب بتصلي وبتدعي لولادها، فبيدخل عليها إلياس ويقول لها: دعيتيلي ولا لا؟ وبيبدأوا يفتكروا أيام ما قبل زواجهم، ويفضلوا يتكلموا عن زمان وإنهم خلفوا 4 ولاد ويقوموا عشان يتعشوا، فبيطلب منها تأجيل العشاء لأنه في ناس ضيوف جايين. بتطلع تشقر على الولاد وتتأكد إنهم نايمين. بعد خروجها بيقوم نجيب من السرير وياخد معاه بقمة هدوم من البيت، وبيجي الضيوف، وأثناء جلوسهم بينزل نجيب على المواسير، فبيترعب مكرم اللي هو الضيف اللي جه لما بيشوف حاجة ماشية على المواسير برا الشباك. مكرم بيقول: في شبح نزل من على السلم برا الفيلا. الياس بيقول له: باين عليك شارب حاجة. مكرم بيقول له: احنا جايين لك علشان الخواجة عاوز يشتري عنتر وقيس وبأي تمن.
إلياس بيرفض البيع ليهم، وبتنزل أم نجيب تسأله هما مشوا زعلانين ليه. بتقول له أنت هتفضل تضيع فلوسك على الخيل؟ إلياس بيرد عليها وبيقول لها زبونهم موجود، البرنس حليم وكيل دايرته طلبهم، وبيسألها عن جورج. نام. بتقول له جورج تعبني قوي طول النهار بيعيط، ادعيله أطلع أشوفه على ما تحضري العشاء. بيروح نجيب للمسرح والأطفال اللي بيعمل لهم المسرحيات، وهو واخد هدوم معاه من البيت بتاعة والدته، وبيبدأوا المسرحية وبيحكي لهم حكاية السندباد البحري ووصوله لجزيرة الأحلام، وبتبدأ المسرحية والأطفال بتتفرج. وأثناء ذلك بنرى إلياس بيتعشى، وبعد ما خلص عشاء بيقول لها أنا هطلع أبص على الولاد وبعدين أنام. لطيفة بتقول له على فكرة دلعك في نجيب هيبوظه، وبعدين ما بتجيبش سيرة توفيق ولا يوسف مع انه توفيق هو البكري. الياس بيقول لها انا بحب نجيب علشان وشه حلو عليا، وبيتكلموا على انه اتجوزها وهي من الصعيد وهو عراقي، وبيقعدوا يضحكوا وبيطلعوا يبصوا على الولاد. وبتكون انتهت المسرحية في الساحة اللي نجيب عاملها هو وزمايله، فيدخل عليهم بلطجية، وفي نفس الوقت بيكتشف أبو نجيب وأم نجيب إنه نجيب مش موجود في سريره، وإنه حاطط مخدة على السرير علشان يخفي عدم وجوده، وبيبدأوا يدوروا عليه وهو مش موجود. ينزل يجري على السلم ينادي على البواب بتاع الفيلا، وفي نفس اللحظة بيكون رجع نجيب، وبيكتشفوا إنه واخد الهدوم من البيت عشان يمثل بيها، ويبدأ يضربه بالحزام على ظهره علشان ما يعملش كده تاني. وبتنتقل الأحداث للمدرسة اللي فيها نجيب، والمدرس بيسأل نجيب فين، وواحد من زمايله بيقول له أنا هروح له وأكد عليه إنه يرجع المدرسة. وبيدخل عليهم الفصل مدرس اللغة العربية وبيقول لهم قيام يا أولادي الأكابر، وبيسأل عنه. ثم ننتقل إلى ساحة الفيلا، وأبو نجيب وأم نجيب بيفطروا، وبتخبروا ان نجيب ما بطلش عياط طول الليل بسبب العلقة، فبيخبرها انه هيصلح وانه مبسوط لانه جاي له وكيل دايرة البرنس علشان يشتري الحصانين، وانه بفلوسهم هيعمل اكبر مزرعة للخيول الاصيلة في الشرق. فبتطلب منه انهم يعملوا حفلة عيد ميلاد لتوفيق، فبيوافق ويقول لها اعزم العيلة كلها. وبيجي نجيب يعتذر لوالده، وبيتكلموا انه ليه ما راحش المدرسة، وبيبدأ نجيب يقلد المدرس. وبعدين بيجي مكرم الوسيط في الاسطبل ويكلم الياس علشان بيع الحصنة لخريستو، وبتحصل مشكلة بسبب ان الياس رافض يبيع لخريستو. بيجي مندوب البرنس وبيدي الياس العقد يمضي عليه، وبيديله العربون وبيقوله ان بكرة هنجيب باقي الفلوس وناخد الحصانين. تبدأ حفلة عيد الميلاد بالليل في الفيلا. بيروح مكرم للاسطبل وبياخد ناس بلطجية ومعاهم جاز، وبيرموه على الحصنة وفي الاسطبل كله. في الوقت ده بيكون محمدين نايم، ولما بيحس ان فيه حاجة حصلت يجي يصحى من النوم، بيضربوه على دماغه وبيحرقوا الاسطبل. في الجانب الاخر في الفيلا نجيب بيقدم لهم مسرحية في الحفلة، وفي عز الضحك الاسطبل بيكون بيتحرق، وبتكون الحصنة ماتت. وبيجي محمدين جري من الاسطبل لغاية الفيلا علشان يخبر الياس بان الاسطبل اتحرق بالكامل، فبيجري الياس ووراه نجيب علشان يروحوا الاسطبل، وبيوصلوا يلاقوا الحصنة كلها ماتت والاسطبل اتحرق، وبيقع الياس على الارض مغمى عليه من الصدمة. تنتهي الحلقة. الضاحك الباكي دراما للمخرج محمد فاضل، تأليف محمد الغيث.